خلال لقائه الممثل الخاص لبابا الفاتيكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر والفاتيكان. خلال لقاء وزير الاتصالات اللبناني مدبولي، يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات. في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن، عبد العالي يؤكد أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. الجيش الباكستاني يعلن استمرار حالة التأهب الأمني على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. الرابع عصرا هنا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل. مرحبا بكم، تحية لحضراتكم مشاهدينا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، وزير دولة الكرسي الرسولي والممثل الخاص لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس. أشار السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالتطورات الإيجابية بين مصر والفاتيكان خلال الأعوام الماضية، وخاصة الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى مصر عام 2017. كما أكد الرئيس على أن النهج الحالي للدولة المصرية يعمل على إرساء قيم التعايش وحرية العبادة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان الشقيق في مختلف المجالات التي يمكن أن تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي اليوم محمد شقير وزير الاتصالات اللبنانية، وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماعات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ستمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في الفترة القادمة. أعرب مدبولي عن شكري للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء اللبناني لزيارة بيروت. من جانبه أعرب وزير الاتصالات اللبناني عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر لا سيما على الصعيد الاقتصادي. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا لبحث خطة جذب الاستثمارات الأمريكية. أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة لبحث هذا الأمر، لا سيما استقطاب الشركات والكيانات الأمريكية الكبرى في إطار خطة تنويع الاستثمارات. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، خصوصا وأنه شريك أساسي في التنمية. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإجماع الآراء وعقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، قضت بإعدام عقب استطلاع آراء مفتي الديار المصرية في إعدام متهم والمؤبد لأربعة آخرين في عادة محاكمتهم بقضية خلية أكتوبر الإرهابية. كانت محكمة النقد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين، محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقا والمؤبد لاثنين آخرين وتغريمهما 20,000 جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية. أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. جاء تأكيد رئيس مجلس النواب في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والتي تحمل عنوان القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نحن هنا في مؤتمرنا هذا اتخذنا عنوانا رئيسيا له وموضوعا محوريا له قضية القدس عاصمة دولة فلسطين. والسبب في ذلك ما اتخذته الإدارة الأمريكية من قرار تنكر لكل مبادئ القانون الدولي وعصف بكل المبادئ الإنسانية الداعية للحق والمحافظة على حقوق ومصائر الشعوب. هذا القرار
الأرعن الذي اتخذ واعتبر القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية. هذا القرار الذي تنكر كما قلت لكل المبادئ القانون الدولي، عديم الأثر، منعدم تماما من الناحية القانونية، ولا نعتد به على الإطلاق، ولن يكون تكئة على الإطلاق لكسر إرادتنا لعدم الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. ومتابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، كيف تقرأ كلمة الدكتور علي عبد العال بصفته رئيس الاتحاد البرلماني العربي، والتي حملت العديد من الرسائل على أهمية القضية الفلسطينية وكون القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية؟ أعتقد أن الرئاسة المصرية تنطلق من مجموعة من المنطلقات المصرية تصب في خانة الحفاظ على كثير من الثوابت المصرية والعربية فيما يتعلق بتوفير الدعم والغطاء اللازم للقضية الفلسطينية. تأكيد رئيس البرلمان الدكتور عبد العالي اليوم على مجموعة من المرتكزات المصرية تصب في خانة قطع الطريق على أي محاولات دولية للالتفاف على مجمل المواقف الفلسطينية والعربية باتجاه توفير كثير من الحظوظ، لأن القدس بالفعل كانت وما زالت تظل هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين في المرحلة القادمة، باعتبارها أنها قضية تهم العالم الإسلامي والعالم العربي وتلعب دورا كبيرا في استقرار العالم وفي الشرق الأوسط في المنطقة حاليا. أعتقد أن مجموعة الرسائل التي تصب في خانة أنه لابد أن يكون هناك موقف عربي جامع يصب في خانة الحفاظ على الثوابت العربية، وأيضا انطلاقا من المبادرة العربية في عام 2002 في قمة بيروت العربية بأنه لابد أن يكون هناك سلام دائم انطلاقا من الأرض مقابل السلام. أعتقد أن هذا الأمر يعيد تأكيد وتجديد المواقف المصرية والمرتكزات المصرية التي تصب في خانة شحذ همم الجانب العربي، وأيضا إرسال مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي بدورة أنه لابد أن يكون هناك لديه موقف جامع يتسق مجمل المواقف المصرية والعربية والفلسطينية بعيد عن أي طروحات أخرى كما يعتقد البعض في المرحلة القادمة عبر طرح ما يعرف صفقة القرن من قبل الإدارة الأمريكية. رئيس البرلمان المصري أراد أن يذكر المجتمعين في عمان بمشاركة عربية، خاصة وأنها الأول مرة تحضر سوريا هذه الاجتماعات، من ضرورة أن يكون هناك كثير من أواصل التضامن العربي في المرحلة القادمة طبقا للمقتضيات والظروف وأيضا التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط حاليا، ويحتاج الأمر يكون لدينا موقف عربي جماعي يصب في خانة الحفاظ على الأمن القومي العربي وتوفير الركائز الأساسية لأهم قضية في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. ومن هذا المنطلق سيكون لك كثير من الاهتمام باعتبار أن الدكتور عبد العالي يتولى رئاسة الاتحاد البرلمان العربي ولديه كثير من المشاركات على مستوى البرلمان الدولي في السنوات الماضية، ويستطيع من خلال هذه المشاركة أن يحافظ على ثوابت الموقف المصري التي تصب في خانة أنه لابد أن يكون هناك استمرار للدعم العربي في المرحلة القادمة للقضية الفلسطينية حتى لا تنسى في ضوء الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن ما تحقق من نجاحات في مكافحة الإرهاب مهد الطريق لاستعادة الحياة الطبيعية لأهالي سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة فيها. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الأركان عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء والتي تشارك في الحرب على الإرهاب والقضاء على الأوكار والبؤر الإرهابية بشمال سيناء، حيث قام بالاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات المشاركة في تأمين شمال سيناء، وتفقد أعمال التجهيز الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الانتهاء من فحص أكثر من مليون مواطن خلال يومين بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والمنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة.
وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت إقبالا منقطع النظير بنسبة تجاوزت 133% من المستهدف اليومي بالمحافظات. وأشارت زايد إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين خضعوا للمسح الطبي في المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية في 27 محافظة وصل إلى 31,885,000 مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف فحص كل المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته. أعلن وزير الآثار خالد العناني الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة بغرب الإسكندرية بتكلفة بلغت 5,700,000 دولار، وجاء ذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في إطار سعي وزارة الآثار لتطوير وترميم كل المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية. تعد مقابر كوم الشقافة من المواقع الأثرية الفريدة التي ترجع إلى العصور اليونانية الرومانية. أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي. جاء تأكيد وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن فعاليات المنتدى تحت عنوان التعليم العالي والبحث العلمي ما بين الحاضر والمستقبل، وذلك في الفترة من 4 وحتى 6 من إبريل المقبل. اعتبار عام 2019 هو عام التعليم. بعد إعلانه عاما للتعليم وبرعاية طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الاستعدادات لعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 4 حتى 6 من إبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة. بنخلق منصة دولية تتناول كل تطوير الحاضر والمستقبل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجي من خلال مناقشات وحوارات تدور حول كثير من القضايا التي تهم ليس فقط مصر، ولكن قضايا التعليم هي قضايا عالمية بالمقام الأول. المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ما بين الحاضر والمستقبل سوف يشهد مشاركة واسعة للجامعات الدولية والجهات العلمية المانحة لعرض بعض التجارب المشتركة للجامعات في مجال التعليم والبحث العلمي والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك. أكثر من 1500 مشارك ممثلين لعدد من الجامعات والمنظمات والمؤسسات التعليمية المصرية والعالمية. يهدف المنتدى إلى تسويق وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرا إلى أن هناك معرضا سيقام على هامش فعاليات المنتدى لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية. هذا المعرض هيكون فيه تمثيل من كل الجامعات المصرية تقريبا، الجامعات الحكومية أكثر من حوالي 26 جامعة، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده هيتيح فرصة كبيرة جدا لطلاب المدارس في مرحلة الدراسة النهائية في التعليم قبل الجامعي إن يقدروا يشوفوا كل الجامعات المتاحة. ويسعى المنتدى لمناقشة فرص دعم التعاون المستقبلي في كافة المجالات التعليمية والعلمية ودراسة تطوير البرامج المشتركة والشهادات الدولية المعتمدة بمختلف التخصصات. ما بين الحاضر والمستقبل أو المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي سوف يتم إطلاقه في إبريل المقبل بمشاركة العديد من الجامعات الدولية والجهات العلمية المانحة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات العلمية والبحثية مع الجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومواكبة الأساليب العلمية الحديثة. أحمد سعد الدين، النيل. أعلن الجيش الباكستاني أن القوات المسلحة لا تزال في حالة تأهب أمني ويقظة على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. كان الجيشان الهندي والباكستاني تبادلا أمس قصفا مدفعيا خلف 7 قتلى على جانبي حدود إقليم كشمير، رغم إفراج إسلام أباد عن طيار هندي في مسعى لاحتواء الأزمة بين الجارتين النوويتين.
لا يزال التوتر قائما بين الهند وباكستان، حيث أعلن الجيش الباكستاني أن القوات المسلحة لا تزال في حالة تأهب أمني ويقظة على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا من الجانب الباكستاني خلال الساعات 24 الماضية. الجيش الباكستاني ذكر أن هناك هدوءا نسبيا على طول خط المراقبة مع وقوع إطلاق نار على فترات متقطعة الليلة الماضية في بعض القطاعات على الحدود بين البلدين. وخلال اشتباكات مع مسلحين امتدت لستين ساعة في إحدى المقاطعات بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، لقي عدة أفراد من قوات الأمن الهندية مصرعهم وأصيب آخرون. ويأتي التبادل الأخير لإطلاق النار بين الجارتين النوويتين عقب إطلاق السلطات الباكستانية سراح طيار هندي أسقطت طائرته في الشطر الباكستاني من كشمير يوم الجمعة الماضية في بادرة سلام لتهدئة التوترات بين البلدين. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان استئناف العمليات الجوية في مطار علامة إقبال الدولي بمدينة لاهور بعد تعليقها لأكثر من 72 ساعة، وحيث أغلقت باكستان مجالها الجوي عقب تصاعد التوترات مع جارتها الهند. يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري وقع بإقليم كشمير في 14 من فبراير الماضي، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إيهاب حضري، رئيس قسم الدراسات الباكستانية بجامعة الأزهر. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا حضرتك. دكتور، يعني في ظل حالة التوتر بين الهند وباكستان رغم الهدوء النسبي على طول خط المراقبة، في تقديرك يعني كيف تقيم حالة التوتر وإلى أي مدى يمكن أن تؤول إليه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات الهندية الباكستانية عبر عشرات السنين يوجد توتر على حدود خصوصا في منطقة كشمير، وهذه منطقة نزاع متعارف عليها خلال العشرات السنين الماضية من 1947 حتى الآن. يوجد اعتادت القوات من الطرفين على التوتر بينهما، هذا أمر معتاد ليس بأمر جديد. الجديد المرة دي أنه باكستان لم تحتفظ بالطيار الذي أثرته وقدمت بادرة حسن نية، لأن رئيس وزراء باكستان عمران خان رجل رياضي، روحه رياضية، رجل لم يتعود على مسالك السياسة المختلفة، فأراد أن يظهر حسن النية حفاظا على الأرواح في الطرفين وسلم الهند الطيار الأسير. ورغم تسليم باكستان للطيار الأسير إلا أن الهند تصر على التوتر بين البلدين، خاصة أن الشهر القادم هو شهر انتخابات في رئاسة مجلس وزراء الهند. فرئيس وزراء الهندي لابد أن يحافظ على صورته وأن يظهر شجاعة غير يعني متعارف عليها أو شجاعة غير منقطعة المصير حتى يكسب أصوات الهندوس الناخبين في الهند. سيظل هذا التوتر حتى شهر أبريل موعد الانتخابات الهندية القادم بإذن الله تعالى. ولكن دكتور، يعني في تقديرك إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور بين الجانبين؟ هل هي مجرد يعني توتر على الحدود أم أنه يمكن أن يكون هناك جديد فيما يتعلق بصعيد العلاقات بين البلدين؟ لن يكون توتر أكثر مما هو بين الحدود. ستظل المدفعية تضرب هنا وهناك، دبابات من هنا وهناك، صواريخ متبادلة من هنا وهناك لفترة محدودة، لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز ربع ساعة، ثلث ساعة، لا يمكن أن تصل إلى نصف ساعة خلال الأيام القادمة. وسيكون هناك قتلى بين الطرفين، ثلاثة أربعة خمسة، لا تزيد عن هذه الأمور حتى موعد انتخابات. رغم وساطة الصين وروسيا والطلب من باكستان، طلبت من أمريكا أن تتدخل، ستظل هذه الوساطات كلها محدودة إلى فترة الانتخابات. بعد الانتخابات سيجلس الطرفان مع بعض معا على مائدة المفاوضات وستهدأ الأمور تماما بعد نجاح رئيس وزراء الهند في الانتخابات القادمة في شهر أبريل. أشكرك جدا الدكتور إيهاب حفظي، رئيس قسم الدراسات الباكستانية بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا. قتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في المعركة الأخيرة بمنطقة الباغوز بشرق سوريا، بينما قتل 4 أفراد من القوات إثر انفجار لغم بالمنطقة ذاتها.
وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق إن القوات المدعومة من واشنطن تتوقع معركة حاسمة اليوم بعد تقدم بطيء. بعد أيام عدة من عمليات الإجلاء الإنسانية للمدنيين من نساء وأطفال، تخوض ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية اشتباكات عنيفة لإخراج عناصر داعش من قرية الباغوز، آخر قرية للتنظيم الإرهابي شرقي سوريا. قيادي في وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لتلك الميليشيات قال إنهم اخترقوا محيط الإرهابيين، مشيرا لتحقيق تقدم للهجوم من ثلاثة محاور، وأنهم سيطروا على جبل يطل على الجيب الأخير لداعش. وتتصاعد سحابة من الدخان الأسود فوق قلب القرية مع تواصل الاشتباكات العنيفة، وإثر هذا التقدم بات بإمكان ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية رصد حركة مقاتلي التنظيم في مواقعهم، وتتوقع تلك القوات لجوء التنظيم بشكل أساسي للقناصة والمفخخات والألغام. وتخوض ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية منذ سبتمبر هجوما ضد آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، حيث باتت تحاصره في بقعة تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز. ولا يعني حسم المعركة في دير الزور انتهاء خطر التنظيم، إذ لا يزال هناك عدد من أنصاره في المناطق المحررة وفي البادية السورية المترامية الأطراف. إلى اليمن، حيث وصلت تعزيزات للجيش اليمني من مناطق عسكرية مختلفة إلى المنطقة العسكرية الخامسة لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على قبائل حجور المؤيدة للشرعية في محافظة حجة بشمال البلاد. من جانبه أوضح محافظ حجة أن تحرك القوات الشرعية لفك الحصار من قبل ميليشيات الحوثي بات قريبا. في ظل المواجهات والاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور في محافظة حجة شمالي اليمن، قام الجيش الوطني اليمني بتوصيل تعزيزات من مناطق عسكرية مختلفة للمنطقة العسكرية الخامسة لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على القبائل المؤيدة للشرعية. أوضح محافظ حجة أن تحرك القوات الشرعية لفك الحصار من قبل ميليشيات الحوثي بات قريبا، مشيرا إلى أن هناك حربا مدمرة وهجوما يقوم به الحوثيون على أبناء حجور مستخدمين مختلف الأسلحة. بالتزامن انضمت أعداد كبيرة من رجال القبائل إلى قبائل حجور للمساعدة في قتال ميليشيات الحوثيين، وحيث كان المئات من أبناء القبائل يقاتلون في صفوف الميليشيات وقد انشقوا لينضموا للقبائل، في حين يستعد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن باقي مناطق محافظة حجة. وكان قد قتل أكثر من 30 عنصرا حوثيا في غارات شنتها مقاتلات التحالف في محافظة حجة استهدفت عربة محملة بالزخائر تابعة للميليشيات الحوثية أثناء تجمع المتمردين لاستلام الزخائر. وتشهد مناطق قبائل حجور معارك عنيفة منذ أكثر من شهر مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي ساهم عناصرها في مضاعفة معاناة المدنيين في ظل انعدام الدعم الصحي والغذائي، فضلا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عصام شريم، عضو مجلس الشورى اليمني عن الحديدة. دكتور عصام، بعد التحية، الانشقاقات في صفوف الحوثيين وانضمامهم لقبائل حجور في ذات الوقت كذلك التعزيزات للجيش اليمني من مناطق عسكرية مختلفة، هل هذه التطورات توحي بقرب القضاء على الحوثيين؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. في حقيقة الأمر ليست إلى هذا المستوى، لكن دعينا نقول أن ما يحدث هو مسألة قفز من المركب الذي أصبح يعول إلى الغرق. يعني بالنسبة للميليشيات أصبحت اليوم بالذات في ما يتعلق بمواجهتها مع قبائل حجور، فالمنطقة جغرافيا منطقة صعبة ومستعصية على الميليشيات اقتحامها منذ أكثر من شهر، والميليشيات تخوض معارك شرسة وتحاول اقتحام هذه المنطقة بشتى أنواع الأسلحة المنهوبة من معسكرات الدولة. هناك دعم من قبل التحالف العربي عبر الإنزالات الجوية المتعددة، هناك صمود أسطوري تسطره قبائل حجور بمختلف قراها
وارتباطاتها، كون هذه القبيلة يعني هي قبيلة كبيرة تنتشر في أكثر من 6 مديريات من مديريات محافظة حجة. هذه القبيلة أيضا ترتبط بقبائل حاشد من أحد جهاتها، وتصل إلى مشارف الجبهات التي تدور فيها المحارك على الحدود السعودية. المعركة بالنسبة للميليشيات في حجور هي معركة مصيرية، من التحق بركب المقاتلين من أبناء حجور ومن مختلف القبائل الذين تخلوا عن الميليشيات قرروا الذهاب بعيدا عن الميليشيات، هم يلاحظوا حالة الصمود الأسطوري وتحول قبائل حجور من الدفاع إلى الهجوم. هذا التموضع الجديد للمعركة، وهذا التوصيف الجديد يجعل كثير من المنتفعين والهواة التسلق يتقافزون من هذه المراكب التي يرون فيها مقرب القرب اقتراب مرحلة الفرق. نعم، شكرا جزيلا الدكتور عصام شريم عضو مجلس الشورى اليمني عن الحديدة. أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 من إبريل القادم، ويعد اليوم الأحد هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن يقدم بوتفليقة أوراق ترشحه للمجلس الدستوري اليوم. بدأت في تونس فعاليات الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي. يشارك في هذه الفعاليات وزراء الداخلية العرب وممثلون من الجامعة العربية ومنظمات عربية ودولية، إضافة إلى وفود أمنية رفيعة. يتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها مشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات. وعودة لشأن المحلي، حيث نظمت جامعة عين شمس احتفالية لإحياء اليوم العالمي للسمع. كانت منظمة الصحة العالمية اختارت 3 مارس من كل عام لإحياء هذا الحدث الذي يهدف إلى التركيز على أهمية التحديد المبكر والتدخل لفقدان السمع. للتوعية بمشكلة الضعف وفقدان السمع وخاصة بين الأطفال، أقيم الاحتفال بيوم السمع العالمي بحضور عدد من الخبراء والأطباء المتخصصين للتوعية بالمرض وطرق العلاج. زي أي مرض، كل ما كان الاكتشاف كان مبكر كل ما كان العلاج أسهل والأضرار الناتجة عنه على المدى الطويل بتقل جدا. تسعى العديد من منظمات المجتمع المدني إلى تقديم الدعم للأطفال والأسر من خلال التوعية والتعليم. المجتمع المدني والمجتمع الجامعات والمجتمع الأكاديمي بيعرف الناس أو أولياء الأمور إيه الخدمات اللي بنقدر نقدمها لضعيف السمع. إحنا تأسسنا سنة 97، كانت ساعة التأسيس ضعيف السمع بيخش في الكادر بتاع الأصم، بيبقى مفيش حاجة اسمها ضعيف سمع، كان كلهم بيتعلموا لغة الإشارة. كان عمرها سنة ونص واكتشفنا إن هي ما بتسمعش، وبدأنا نجري في إجراءات السماعة ونلبس السماعة، وبعد كده تأهلنا في نداء، وهي دلوقتي مستمرة مع نداء بقالها 3 سنين. تركز منظمة الصحة العالمية هذا العام على تعزيز جهود معالجة مشكلة ضعف وفقدان السمع من خلال برامج الاكتشاف المبكر وتوفير اللقاحات للأمراض الفيروسية التي تضر بسلامة الأذن. أمراض عديدة ما زالت مجهولة تحتاج المزيد من التوعية للمواطنين بخطورتها وكيفية العلاج منها، ليكون الاحتفال بيوم السمع العالمي طريق لوضع برامج توعية للمجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر وكيفية دعم الأطفال وأولياء الأمور. منذر أبو دوح، النيل. وبانوراما النيل زالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. عقب ختام قمة هانوي، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقفان مناوراتهما العسكرية المشتركة. خلال لقاء الممثل الخاص لبابا الفاتيكان، الرئيس السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر والفاتيكان. خلال لقائه وزير الاتصالات اللبناني مدبولي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات.
في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن. عبد العالي يؤكد أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. الجيش الباكستاني يعلن استمرار حالة التأهب الأمني على خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. نتواصل مع حضراتكم مشاهدين الكرام في بانوراما النيل، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية مع زميل مصطفى ميزار. ميزار مرحبا، تفضل. مرحبا بك وشكرا جزيلا لك زميلي فوزي. أهلا بكم مشاهدين الكرام. وزير الصناعة يكشف عن استثمارات صينية جديدة في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية بمدينة الروبيكي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن شركة تشانغ جينغ الصينية أبدت رغبتها في الحصول على حق استغلال وتشغيل مصنع الجلود الملحق بالمدبغة النموذجية بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع لإنتاج مصنوعات جلدية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد صيني من منتجي المصنوعات الجلدية والذين يزورون مصر للمشاركة في فعاليات الدورة 13 لمعرض القاهرة للجلود. وأوضح الوزير أن هذا المصنع يعد باكورة تصنيع المنتجات تامة الصنع، وهو التوجه الذي تستهدف وزارة التجارة والصناعة لتعظيم القيمة المضافة للجلود المنتجة. أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن دعم مالي قدره 15 مليون يورو لشركة الصناعات الكيماوية المصرية مصنع كيما بأسوان، ويهدف الدعم لإنشاء مصنع لإنتاج حمض النيتريك، وذلك لتقليل الانبعاثات وزيادة القيمة المضافة للمصنع بما يحقق التوافق مع قانون البيئة. جاء ذلك خلال جولة وزيرة البيئة في محافظة أسوان برفقة محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم لتفقد عدد من المنشآت الصناعية بالمحافظة. وأشارت الوزيرة إلى أن المصنع الجديد يهدف لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي بدلا من التحليل الكهربي للمياه، ليزيد معدل الإنتاج إلى 1200 طن في اليوم الواحد. بحث وزير البترول طارق الملا مع جيلين ميلز السفير الأسترالي للقاهرة أفاق التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التعدين والاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في هذا المجال. وقد كان هذا اللقاء وخلاله تم استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في ظل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات. من جانبه أشاد السفير الأسترالي بالنجاحات التي حققها قطاع البترول والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، واهتمام بلاده بالاستثمار في مصر في ظل الفرص المتاحة. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن القانون الخاص بصندوق مصر السيادي تم نشره بالجريدة الرسمية بما ينص على بدء العمل به فورا. وأشارت السعيد إلى أن الصندوق يمثل صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري. أوضحت الوزيرة أن الصندوق يهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة. أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نسخة باللغة الإنجليزية من دليل الخدمات القانونية الخاصة بالشركات لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ويضم الدليل ضوابط عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس لإدارة الشركات وقواعد ومعايير الحوكمة، وذلك بعد التعديلات القانونية والتنظيمية الجديدة.
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تباين متأثرة بحالة الترقب التي تشهدها السوق للعديد من الأحداث الجوهرية، ويتزامن ذلك مع البدء الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية مع طرح حصة قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان على المستثمرين في طرحين خاص وعام. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 1.9 مليار جنيه من قيمته، ليغلق عند مستوى 820 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن مخطط لإنشاء 14 مجتمعا عمرانيا جديدا بتكنولوجيا الجيل الرابع والمدن الذكية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية 2052 والتي تستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية في مصر. من ناحية أخرى، أعلن الجزار أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة بجانب 648 وحدة سكنية جاري تنفيذها بالمشروع. أضاف الوزير أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة بلغ 4.1 مليار جنيه، بينما تبلغ خطة العام المالي 2018-2019 نحو 213 مليون جنيه. أعلن اتحاد الصناعة البريطانية أن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو 6 سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهبط مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية إلى سالب من 0 في يناير، وهذا هو أقل مستوى منذ أبريل من 2013 عندما كانت بريطانيا تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا في الأشهر الثلاثة القادمة، ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي والذي ظلت فيه لأكثر من 40 عاما. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وقال إن تجديد السياسة النقدية يسهم في قوة الدولار لكنه يضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة. انتقد الرئيس الأمريكي مرارا مجلس الاحتياطي بسبب رفع أسعار الفائدة لأربع مرات في العام الماضي. في سياق آخر، طالب الرئيس الأمريكي الصين بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية الأمريكية فورا، في حين أجل خططا لفرض رسوم جمركية بلغت 25% على السلع الصينية يوم الجمعة الماضية، وهو ما رحبت به الصين. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية. أعود مجددا لزميلي فوزي جدل المتابعة في أخبار السياسة. إليك فوزي. أشكرك الزميل مصطفى ميزار، ومع حضراتكم مشاهدينا نستكمل بقية عرض الأنباء، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن واشنطن وسيول ستوقفان مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة واسعة النطاق. وأعلنت الوزارة عن إجراء مناورات محدودة النطاق مع واشنطن بهدف الحفاظ على استعداد عسكري قوي للقوات المتمركزة في كوريا الجنوبية. يأتي هذا القرار بعد 3 أيام من القمة الثانية التي جمعت الرئيس الأمريكي ترامب وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هاناي. وعادة ما تثير هذه المناورات غضب كوريا الشمالية التي ترى فيها تهديدا لها. هذا ويناقش المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي في الولايات المتحدة نتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية، إضافة إلى مناقشة الخطوات التالية تجاه كوريا الشمالية في أعقاب قمة هانوي غير المثمرة. كان زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد اختتم زيارته لفيتنام التي استضافت قمته الثانية مع دونالد ترامب. في رحلة تبلغ مسافتها 4000 كيلومتر وتستغرق 2.5 يوم، بدأ زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون رحلة العودة الطويلة إلى بلاده بعد ختام زيارته إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث التقى فيها الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تاريخية ثانية وإن لم تحرز نجاحا. كيم حي الحشود في المحطة بينما كان في وداعه عدد من المسؤولين والجنود الفيتناميين. وقبل أن يستقل القطار قام كيم بخطوة غير عادية،
ترتدي رمزا كبيرا بتوقفه أمام نصب ضريح بطل استقلال فيتنام. زيارة كيم إلى فيتنام تعد الأولى لزعيم كوري شمالي منذ عام 1964 عندما سافر كيم إل سونغ أيضا بالقطار متوجها إلى هانوي. فيتنام هي البلد الرابع الذي يزوره كيم في أقل من 12 شهرا بعد بقائه في بلده لأكثر من 6 سنوات إثر توليه السلطة خلفا لوالده. وكانت كوريا الشمالية قد تعهدت في أعقاب قمة ترامب كيم بإجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة في وقت سعى الجانبان لترك الباب مفتوحا أمام التفاوض. وجاءت نتائج قمة هانوي أقل بكثير من التوقعات والآمال التي كانت معقودة عليها قبل انعقادها. باقونا مع حضراتكم مشاهدين في بانوراما النيل وفيها، ولكن بعد الوقفة الرياضية، المعرض الدولي للقوارب المائية بمدينة دبي يشهد إطلاق أول يخت طائر في العالم. مع حضراتكم مشاهدين الكرام مع هذا الخبر، حيث تستضيف مدينة دبي على مدى أسبوع فعاليات الدورة 27 لمعرضها العالمي للقوارب المائية، وهو الحدث الذي استقطب أكثر من 800 شركة رائدة في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات الملاحية من جميع أنحاء العالم. شهد المعرض إطلاق قوارب جديدة صممت من جانب أكبر شركات بناء اليخوت من بينها أول يخت طائر في العالم. ويستخدم اليخت الطائر 4 ركائز قابلة للسحب تتيح له الطيران فوق الماء مع توفير راحة كبيرة للركاب وتوفير ملحوظ في استهلاك الوقود. وختام نشرتنا الإخبارية تذكير بأبرز عناوينها. خلال لقائه الممثل الخاص لبابا الفاتيكان، السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر والفاتيكان. خلال لقاء وزير الاتصالات اللبناني مدبولي، يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات. في كلماته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن، عبد العال يؤكد أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. الجيش الباكستاني يعلن استمرار حالة التأهب الأمني على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. نهاية بانوراما النيل. شكرا لكم وإلى اللقاء.